شباب مرحبا، يعطيكم العافية. حبيت أعمل هذا الفيديو، ضروري لازم تحضروه. هذا الفيديو مخصص للعازفين بلبنان وبسوريا بالعرم شبرا. هلا أنا مش عم بلعب دور الملك، بس أنا في شغلة حب أحكيها، إنه هو التجار اللي عم بينصبوا على العازفين، يعني بنحكي صراحة لكلنا بدنا نستفيد وكلنا بدنا نطلع مصاري يعني، وكل إنسان مش معصوم عن الغلط. بس في فرق ما يجي التاجر ينصب على زبون عينك عينك وزبون، يعني رح قلكم شو هو الموضوع. الموضوع انه عم يجي مثلا الزبون التاجر سوري يقول له للزبون انت شاري مثلا باي الف على 3 ملايين و750 الف على السعر الصرف القديم، عم نحكي بلبنان نحن، تعال بيعه هلا ب 11 ب 12 ب 13 مليون، ايه واستفيد، بكره بس يرجع ينزل الدولار انت المكسب لك. وخبريات وقصص يعني بالعالم مشبرح. بيقوم الزبون شو بيعمل؟ بيقول لك ايه بحط لي 6 7 ملايين ليره بجيبتي وبيع على الاورج. انا شو فرقني معي؟ شباب بدي اخبركم شغله، الدولار ما راح ينزل، واذا نزل مش انا مش خبير اقتصادي يعني، بس اذا نزل مستحيل يرجع ينزل ل 1500 ليره لبناني، مستحيل، يعني خساره عليكم. هلا اذا عم بتبيعوا لانه عايزين الله لا يعوز حدا وان شاء الله بتفرج على الكل، بس اذا عم بتبيعوا لحتى انه انتم عم تلعبوا ضرب زكا، انا ما بنصحكم ابدا 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 يا شباب. اسمعوا من هالدقن، والله العظيم عم تغلطوا غلطة كتير كبيرة. أو عم يبيع الفيتيرة تبعوله ب 500 و600 وب1000 دولار، 1000 دولار اليوم 11 مليون لبناني، ايه بينبسط. أنا شاريه ب 1500 أو ب 2000 دولار على 3 ملايين، ما رح يرجع ينزل الدولار، عم تاكلوا الضرب. اسمعوا نصيحتي، اللي مش عايز والله لا يعوز حدا يبيع أورجيتو، ما يبيع يا شباب، ما يطبع، لأنه هلا عم تطمعوا ب 5 وب 6 ملايين. بكره اذا الله رضى حيرجع يفتح الشغل وعالكل، وان شاء الله كلنا بنرجع بنسترزق، وبرجع بخبركم اياها بالعربي مشبرح، رح تاكلوا الضرب، ما رح يكون معكم مصاري ترجعوا تشتروا اورج. شو بدكم بالتجار هذا اللي بيجي بيقول لك ايه بيع وايه استفيد وايه كذا، بيقعد بيعرض لك على الفيسبوك ايه يلا انا بشتري منك ب10 ب15 ب13 مليون، مش ظابطه القصه شباب، والله العظيم رح تفوتوا بالحيط. اسمعوا نصيحه خيكم الصغير، انتم بتعرفوا انا دائما بحكي بالحق وما بحب طربش، بدي استفيد وبدي اعيش وعند عائله ومصلحتي بالتجاره، بس طربش ما بحب طربش، انا ما بعمل مثل غيري يا شباب. اسمعوا مني، عم بحكي اعتبروني خيكم الصغير، ما حدا اذا مش عايز مصاري يبيع اورجو بالرخص، ما رح تقدروا ترجعوا تشتروا اورجيت عن جديد. ويعطيكم العافيه. حبيت صور لكم هذا الفيديو، هذا البي اي 1000 الغربي، اوكي سعره 19,895 كرون، يعني ما يعادل 2000 دولار غربة. لا في مكنة شارقة من برا، وأكيد ما في بروجرام الام جي، ولا في كويك سيلكت، ولا في أبدا. أنا بس حبيت أعملكم هذا الفيديو لحتى تشوفوا الفرق بالسعر، إنه نحن بس عم نبيع الأورج ب 2500 دولار أكيد بأرضه بلبنان، يعني نحن ما عم ناخذ شيء رمزي حق السوفت وير وحق مكنة شرقة وحق التعب اللي عم نشتغله. يعطيكم العافية.